السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. زي ما قلت لكم أمس، قصة صالح خالد العلي. قد مرة سويت واحد حقة الأرنب والسلحفاة في القناة، تلقاها دورها بتلقاها في قناتي. ويلا زي ما شفتوا في عنوان المقطع، قصة صالح خالد العلي. الراعي الكذاب. بدأت القصة أن كان في راعي كان قاعد يرعى غنماته، ويأكلهم ويشربهم ويدللهم. وبعدها قرر يبغى يسوي كذبة بس عشان يضحك، وما يبغى يخلوني يصدقونه. بعد ما قال وقف عند الشجرة هذيك وحقت الحارة، قال يا جماعة، في ذئب وضبع بيجون ياكلوا الغنمات ويبغون يهجموا على المدينة، يهجمون على الحارة. قال طيب. قالوا أخذوا السكاكين والشوك والعصيان وراحوا لعنده. قالوا له وين؟ يوم جالوا له قالهم وقالوا له وين الذئب والضبع يا شهاب؟ قال لهم ان ما في شيء، بس قاعد امزح معاكم كذا. وبعدين بعد ما انهم صدقوا انه كذب راحوا. بعد ما راحوا قاعد يضحك، لقى الذئب جالع جنبه، وجاك اكل الخرفان كلهم، وجا يحاول يصد عليه يعني يضربه، ما لحق عليه. وبعدها ما لحق عليه راح. بعد ما راح للحارة وقاعد يغنوا له أغنية، قالوا له يا شهاب، تستاهل أكل الذئاب يا كذاب، عشان تعرف لا تكذب، قول الصدق، إذا قلت الصدق تجي. واكتبوا لي في التعليقات شو اسمك اتعلمت من القصة هذه وش. بس هذا كان المقطع، لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب في الكومنت، تكتب في التعليقات. ومعكم صالح خالد العلي، وإلى اللقاء.